مقدم الشرطة يسرى بن شهاب العاملة بقاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن طنجة. هذا النموذج هذا اللي كتشوفوه هو نموذج مصغر من قاعة القيادة والتنسيق اللي موجودة عندنا في ولاية أمن طنجة اللي كتوفر على شاشات حائطية اللي منها كنشوفوا كنتبعوا الكاميرات الموجودة في الشارع العام اللي كتوفر في الأماكن وفي الأزقة وفي الأماكن الاستراتيجية واللي كيتوافدوا عليها السياح في المدينة. كذلك كنا هنايا من خلال هاد الشاشات هادو من هاد الكاميرات كنراقبوا الا كان شي شوائب ولا الا كان شي حاجه شي مخالفات ولا الا كان باين لنا شي واحد يعني كيدير شي حاجه ماشي غير مألوفه. فوالا غير مألوفه كنحاولوا نزوميو عليه من هنايا من داخل قاعه القياده والتنسيق. الا بانت لنا شي حاجه كنوجهوا الناس ديال الديسباتشر هما اللي كيعطيو الاوامر عبر الراديو جهاز الراديو وكيوجهوا يا اما الدراجيين أولا الناس ديال البي اس يعني النجادات كنوجهوهم باش يمشيو يشوفوا شنو كاين توجهوا لعين المكان. كاين كذلك خط 19 اللي هو خط كما كان شحال هادي كان عباره على التليفونات عاديين. دابا ما بقاش داكشي ولا خط 19 هنايا جهاز كيتوفر على ملي كيتصل بينا كتحل عندنا داك لاباج كطلع لنا نيميرو التليفون ديالك كذلك كطلع عندنا الاسم والنسب ديالك ولوكاليزاسيون ديالكم فين نتوما موجودين باش حنا كيسهل علينا اننا حنا نجيو عندكم كيسهل علينا التواجد ديالكم. كنتلقاو من عندكم لي زانفورماسيون اللي ديال اللي كتعطيوها لنا كنتلقاوها من عندكم كنكتبوها وكنشوفوا شنو نتوما محتاجين لومبيلونس ولا محتاجين بومبي ولا محتاجين دائره ولا محتاجين داكشي كنوجهوهم كنكروشيو على داكشي اللي نتوما محتاجين. ملي كندير اونغوجيستري كطلع عند ديسباتشر داك اللي كيتوفر حتى هو عنده الراديو وكيشوف كطلع عنده اللوكاليزاسيون ديالك وكذلك كطلع عنده الجي بي اس كطلع عنده اللوكاليزاسيون ديال النجادات ولي موطور ولي بيسيكلات والناس فين كاين يعني لي بوليس اللي كاين تما فينا هما. ديسباتشر هو اللي عنده داك الجهاز ديال الراديو هو اللي كيوجه النجادات ولا على حسب شكون اللي اقرب ليلك. هاد الوقت هذا كامل ما بين الاتصال والوصول ديالنا عندكم ما خصوش يتعدى 15 مينوت. الا تعدى 15 مينوت كيطلع عندنا حنايا بالاورانج كيبقى محسوب علينا حنايا فهمتي. هاد العمليه هادي كامله ما خصهاش تتعدى 15 مينوت. انا بالنسبه لي انا كنخدم هنايا في الخط 19 كنتلقى المكالمات لان ضروري من عنصر نسبي يتواجد في هاد قاعه القياده والتنسيق لان كاينه مجموعه من النساء كيتصلوا بينا وكيبغيو يعني مرأة هي اللي تجاوب لان كاين مواضيع حميميه كاين مواضيع حساسه ما كيقدروش يهضروا من الرجل كيقول لك كيطلبوا منا الا جاوبها راجل كيقول لك الله يجازيك بخير واش كاين هنايا مرأة اللي نقدروا نهضروا معاها ونحكيوا لها المشكل ديالنا. كيدوز لنا لابيل للموظفه اللي حداه ولا الموظفه اللي كاينه تما كيدوز لابيل انا كنستمع له انا كنحاول نتفاهم معاه ونحاول نشوف شنو عندها باش نوجهها اولا باش نعرف شنو هو المشكل باش ننتقلوا عندها لتما كنشوفوا شنو كاين. خصهم اول حاجه يكونوا عندهم لغات ويكون عندهم لغات متعدده كالفرنسيه والانجلي يكون عندهم يعني في مستوى باش تقدر تواصل لان عندنا سياح عندنا ناس خارجين ما كيعرفوش من غير لونجلي اولا فرونسي خص اوبليجي تكون عندهم اللغات واوبليجي تكون عندهم واحد الدبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي كحد ادنى. هادشي اللي كاين كحد ادنى هو لاخر تكنيسيان سبيسياليزي.